على رمزي بيك. رمزي بيه الكيلاني من كبار اصحاب مزارع الدواجن، مصطفى بيه من كبار رجال الاعمال، عطوة بيه سيراميك من كبار تجار الادوات الصحية. اهلا وسهلا، تشرف. واخبار البيض ايه يا رمزي بيه؟ زفت. الحكومة كل يوم تطلع لنا بتسعيرة جديدة. انا الاسبوع اللي فات في المزرعة خليت الاولاد اعدموا مليون بيضة. ايه؟ مليون بيضة؟ دي جريمة. ومش جريمة لما اخسر في البيضة 10 مليم؟ الدولة بتقدم لك العلف المدعم، ده غير الاعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية. هو فين العلف المدعم ده؟ ده انا بشتري الطن ب 260 جنيه من السوق السوداء، وهو 68 جنيه بس. انا ما عملتش حاجة غلط. دي امريكا اللي هي امريكا بترمي القمح بتاعها في البحر. البلد بقى حالها نايم خالص من القيود اللي حاطينها على الاستيراد. منهم لله، وقفوا حالنا، مش قادر ادخل بلاطة واحدة. يا جماعة مفيش قيود ولا حاجة، ده شيء عادي جدا وكان لازم يحصل من زمان. وكل بلاد العالم عشان تحمي اقتصادها بتنظم عملية الاستيراد. دي امريكا يا رمزي بيه اللي بترمي القمح في البحر، علت الجمارك على البضاعة الياباني علشان تحمي منتجاتها. الاستاذ باين عليه مثقف، ده قريب قوي هياخد الدكتوراه. المسألة ببساطة يا عطوة بيه، ان البلد فيها مصانع والمصانع دي بتنتج، ايه لازمة بقى ان احنا نستورد نفس المنتجات من بره؟ يا بيه احنا مالنا ومال الصناعة، المثل بيقول ادي العيش لخبازه. ده كلام مش صحيح، دي اشاعة طلعها الاستعمار عشان البلد تبقى سوق يروج فيها بتاعته. استعمار؟ ده يبقى كلام في السياسة. قفل يا بيه، انا ماليش في الموضوع. على الله تكون السهرة عجبتك أوي أوي. ايه والأكل بتاعها؟ بطالب. على فكرة ما أكون زعلت من عطوة بيه، هو راجل دمه خفيف كده ويحب الهزار. تفضلي. وأنا حاجة عليه يعني. تفضلي. يلا يا أخويا يلا. شوف لك شغلانة شريفة تاكل منها عيش، بطل أمور الساعة دي يلا. بطل شغل الشحاتة ده. الراجل عمال يكلمك طول السكه وانت ما كلفتش خاطرك ترد عليه بكلمه واحده. خليتني في نص هدوم يا اخي. ما بتردش عليا ليه؟ والله بقى انا راجل حر، اتكلم وقت ما يعجبني وارفض وقت ما يعجبني. اصحى بقى يا اخي فوق، انت مش قادر تعرف ان الدنيا اتغيرت. بص حواليك، شوف الناس اللي شقت طريقها وبقوا اصحاب ملايين بعد ما كانوا ما يساووش تعريفه واحده. انا فاهم كل حاجه كويس، انا عارف الناس دي شقت طريقها ازاي، بالنصب والاحتيال، عايشين على النهب يوم بيوم ودقيقه بدقيقه. انت فاكر نفسك ايه؟ مصلح اجتماعي عايز ترسم الكون على مزاجك؟ انت انسان ما عندكش اي طموح. ياما قلت لك اقدم على اجازه وسافر اشتغل زي بقيه خلق الله، رفضت. اتحايلت عليك بدل المره 1000 نهاجر ونبتدي حياتنا من جديد. حكمت دماغك وقلت لي مش ممكن اسيب البلد. فضلت كاتمه في قلبي وساكته وانا شايفه الناس حالها بيتغير وبيتبدل واحنا زي ما احنا. انت اتغيرتي قوي يا صفاء. انا ما اتغيرتش، انا فقت. انت لو بتحبي ما تقوليش كده. انت عارف كويس اني بحبك، لكن قولي ممكن الحب يخلينا نحقق احلامنا؟ طب ازاي ممكن الحب يخلينا نغير الواقع اللي احنا عايشين فيه؟ انا تعبت قوي.
Thank you.